Action! EG College. Aloha there. الصوت اللي انتو سامعينه ده النوع من الناموس اسمه The Asian Tiger Mosquito. Anophelophobia هو الخوف او الكره الشديد للناموس. Anopheli كلمة يونانية تعني ناموس وفوبيا اصلها يوناني وتعني خوف. الخوف عندنا كبشر هي وسيلة دفاع. بمجرد انك تخاف من اسد او نمر فرصك انك تعيش هتزيد لانك هتتجنب اللي بتخاف منه. بس لو انتوا حاسين بخوف من الزن اللي سامعينه ده انتوا اعقل بكتير من الناس اللي بتخاف من الاسود او النمور. وفقا لل World Health Organization او مؤسسة الصحة الدولية الناموس هو القاتل الاكبر للبشر ضمن كل الكائنات في عالم الحيوان. وفقا لصفحة جيت نوتس اللي تابع بيل جيتس بينما الاسود بتقتل 100 شخص في السنة الناموس بيقتل 725,000 شخص في السنة. فبعيدا عن انه كائن خازوقي الناموس فعلا ممكن يقتلك. بس لو احنا كبشرية قررنا نقضي على كل الناموس في العالم احتمال للأسف تحصل شوية مشاكل. فخلونا نتكلم عن الناموس شوية. حياة الناموس عبارة عن أربع مراحل مختلفة. الناموس الأنثى بتحمل البيض بتاعها لحد ما توصل لمية راكدة زي بحيرة أو حمام سباحة. من البيض بتطلع حاجات اسمها لارفي، حاجات زي الدود بتعوم في المية. مع شوية أكل ونمو اللارفي بتتحول لبيوبا، وأخيرا بيتحولوا لناموس ناضج مقرف ومزعج. حياة الناموس الذكر حوالي 10 أيام، بينما الإناث بيعيشوا حوالي شهرين في المتوسط نظرا لدورهم في حمل البيض. أنت جاي تحكي لنا قصتهم بيقرصوا إزاي يا بني آدم؟ بينما أنا شديد الكره للناموس إلا إن طريقة امتصاصهم للدماء تضاهي عملية جراحية دقيقة. خليني أفهمك. اولا الاناث من الناموس هم اللي بيقرصوا البشر بس الدم اللي بيمصوه ده بيحتاجوه لتكوين البيض. فاي ناموسه تكون على جدك بتقرصك دي ناموسه ست هاشتاج ناموسه فامينيزم. تبدا عمليه القرص بمهمه استكشاف. الناموسه بتفضل تطير لحد ما تلاقي حته مناسبه للقرص. صوت الزن ده عباره عن جناحات الناموسه بتضرب بسرعه عاليه جدا. في الفيزياء لما بنكون عايزين نوصف حاجه بتتكرر كتير بنوصفها بالفريكونسي او التردد. الفريكونسي معناها عدد المرات اللي الحاجه بتتكرر فيها في الثانيه. فلو انا مثلا حركت ايدي يمين وشمال 10 مرات في الثانيه التردد بتاع ايدي هيكون 10 ضربات في الثانيه. دراسه في 2014 على نوع معين من الناموس اكتشفت ان تردد جناح الناموسه 664 ضربه في الثانيه، يعني الناموسه بتحرك جناحاتها 664 مره في الثانيه، وده اللي بيعمل صوت الزن ده. بعد رحلة طيران قصيرة تقوم الناموسة تنزل على جلدك وتفرد شوية لعاب على مكان تحته شرايين دم. اللعاب بتاع الناموسة ده زي الانتيسبتك كده، ده معناه ان اللعاب بيخدر مكان القرصة عشان ما تحسش بالناموسة وهي بتمص دمك. والمركبات الكيميائية اللي في اللعاب دي بتخلي جلدك يلتهب ويسيب لك اثر قرصة الناموسة. المهم نرجع لامتصاص الدماء. كلنا عارفين ان الابرة هي اللي بتمص الدم، بس الموضوع مذهل لو بصيت له بشوية تفاصيل. الابرة دي بتاعت الناموس اسمها بروباسس، والابرة دي عبارة عن ست اجزاء. الاجزاء الخارجية مشرشرة عشان الناموسة تقطع في الجلد والنسيج زي السكين. الاجزاء دي عامله زي ملقط بتوسع النسيج المتقطع عشان الناموسه تعرف توصل للشرايين. الجزء الاخير ده مسؤول انه يمتص الدم. خلال العمليه دي الناموسه بتعرف تفصل الميه عن الدم وتتخلص منها بالشكل ده. ده بيسمح لها تخزن دم اكتر في جسمها. الناموسه ممكن تمتص 3 اضعاف حجمها او 0.00005 لتر. وما تخافش كميه الدم دي لا تذكر بالنسبه للدم اللي في جسمك. الانسان محتاج يفقد حوالي لترين من الدم عشان يموت. حسبه بسيطه جدا هتقولك انك محتاج حوالي 420,000 ناموسه يقرصوك في نفس الوقت عشان تموت من نقص الدم. صعبه قوي 420,000 دول هيجوا منين يعني؟ Not really. في 2015 نظرا للاحتباس الحراري حشود من الناموس تجمعت في الاسكا في امريكا، واعداد الناموس دي كانت قادره تقتل غزاله صغيره. المهم الاناث من الناموس دول بيستخدموا الدم عشان يكونوا البيض، بس ده مش معناه ان الناموس مش بيفضل ناس عن ناس ودم عن دم، زي ما انت بتحب عصير المانجا عن التفاح، زي ما الناموس بيحب دم ناس عن ناس. وعشان نوضح البريفرنسز بتاعت الناموس اهلا بيكم في فقره اقرصني شكرا. في الفقرة دي احنا هنحدد لكم المواصفات اللي بتجذب الناموس. يلا بينا. واحد، نوع الدم. احب نوع دم لقلب الناموسة هو الاو. دراسة في 1972 اتنشرت في مجلة نيتشر اثبتت الكلام ده. في دراسة حاولوا يخلقوا مناخ مناسب لامتصاص الدم، وقاسوا مدى انجذاب الناموس لانواع الدم المختلفة، وشافوا ان الناس اللي نوع دمهم او كانوا اكتر ناس بيتقرصوا. دراسة اخرى مشابهة في 2004 اكدت الكلام ده، وشافوا ان نسبة القرص عند الناس اللي دمهم او كانت ساعات ضعفين الناس اللي دمهم A. فلو انتوا نوع دمكم او، اثنين، ثاني اكسيد الكربون او كربون دايوكسيد. الطريقه اللي الناموسه بتلاقي هدفها هي بشم ثاني اكسيد الكربون اللي الهدف يخرجه من جسمه باستخدام حاجات اسمها ماكسيلاري بالبس. زي الرادار الناموس بيحدد اي هدف بيصدر ثاني اكسيد الكربون، وكل ما الجسم يصدر ثاني اكسيد الكربون اكتر كل ما يبقى جذاب اكتر للناموس. ده مفيد في ايه طيب؟ الانسان بيصدر كربون دايوكسيد في الريسبيريشن او التنفس. لو انت مثلا بتتمرن عضلاتك محتاجه اكسجين اكتر، فهتتنفس اكتر وتصدر كربون دايوكسيد اكتر، فهتلم ناموس اكتر. الناس الكبيره حجما بتحتاج اكسجين اكتر من الناس الصغيره، فبيطلعوا كربون دايوكسيد اكتر من الناس الصغيره، عشان كده الكبار بيتقرصوا اكتر من الصغيرين. لو زن حماتك خلاكي تحملي انت كده بتتنفسي الاثنين، ليكي وللبيبي. الستات الحوامل بيطلعوا حوالي 21% ثاني اكسيد الكربون اكتر من الستات الغير حوامل. فافتكروا more carbon dioxide more قرص. ثلاثه، عرقك. لو انت جزء من منتخب كوره يا سوء
سوء حظك بجد. العرق بتاعك ده بيطلع من حاجات اسمها سويت جلاندز في جلدك، والعرق ده نفسه فيه مركبات كيميائيه كتير من ضمنهم حاجه اسمها لاكتيك اسيد. دراسه في 2001 اكتشفت ان اللاكتيك اسيد اللي موجود في العرق بيجذب الناموس بنسبه 30% اكتر، فلو انت بتعرق بسهوله معلش. 4 البسه فاتح. الناموس برضه بيستخدم نظره عشان يلقط الضحيه بتاعته. وفقا لجوناثان داي متخصص علوم الحشرات في جامعه فلوريدا، الالوان الغامقه بتجذب الناموس بالاضافه للحركه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقره اقرصني شكرا. المجتمع العلمي شبه متفق ان كتير من العوامل دي متعلقه بجيناتك، فلو الناموس بيحبك صعب انك تغير الحب الاعمى ده. بس الناموس مش بس مقرف ومزعج، ده بيقتلنا. السبب ان الناموس بيقتل كتير من البشر هو انهم فاكتورز، ده معناه انهم يقدروا ينقلوا امراض. خلال الامتصاص تستطيع الناموس انها تنقل امراض زي الملاريا، الحمى الصفراء، وامراض اخرى قاتله للبشر. خلاص نقتلهم كلهم. البشر الصراحه شاطرين في انهم يقضوا على الحيوانات. وفقا لمجله ساينس البشر قضوا على حوالي 322 نوع من الحيوانات خلال ال 500 سنه اللي فاتوا، فاحنا خبره الحمد لله. بس لو اخترعنا طريقه نقضي بيها على كل ناموس، هل ده هيحل المشكله؟ للاسف العلم مش متاكد ايه اللي هيحصل لو قضينا على الناموس. الناموس وجبه مهمه للحيوانات زي الضفادع والطيور والسمك. في علماء بيقولوا ان بمجرد رحيلهم في كائن تاني هيحل مكانهم، بس مش متاكدين الكائنات دي هتبقى احسن ولا اسوء. بس العلم لا يستسلم امام هذه العقبات في القضاء على الكائنات الحقيره. خطه من شركه اكسيتك اصدرت لمحاربه الناموس وهي كالآتي: أولاً هيزرعوا بعض الجينات القاتلة للناموس جوه الذكور ويطلقوهم للبيئة. بعد التزاوج مع الإناث، الناموس اللي هيتولد هيكون عندهم نفس الجينات اللي هتقتلهم. لو إناث هيموتوا من الجينات دي، لو ذكور مش هيموتوا. بس زي ما قلنا الذكور ما بيقرصوش البشر، الذكور اللي عندهم الجينات دي هيتزوجوا ويقتلوا ناموس أكتر وتستمر الحلقة. سواء ده هيحل المشكلة ولا لأ غير معروف. لحد دلوقتي سلاحك الوحيد ضد الناموس هو الرش. الرش ده بيغطي على رائحة المركبات الكيميائية اللي بتجذب الناموس أو بتشل الجهاز العصبي بتاع الناموسة فتموت. بس في طبعا نقاش مفتوح عن أضرارها للبشر. بس مهم تعرف إن المجتمع العلمي واقف مع البشرية للقضاء على هذا القاتل، وسنظل نحاربه حتى تستسلم قواته. بس جايز في وجود الناموسة رسالة إن مهما بلغنا من تقدم علمي وتقني، مهما اكتشفنا من ثقوب سودة وشرحنا في ميكانيكا الكم، لا نزال مكتوفي الأيدي أمام كائنات أضعف مننا بكتير. وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. God! Si, su, sa, sa. La malavire. وأعداد الناموس دي كانت قادرة تقتل ناموسة صغيرة، وأعداد زي الرادار الناموس بيحدد أي هدف بيطلع كربون دايوكسيد. Why would anyone study entomology? Entomology is the study of insects. Why would anyone do that? I mean, like, seriously, they're like. Coffee with a straw. Bet no one did that before. It's my bottle, it's for horror. You won't.